ألف لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسر وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير
ومن أظلم ممن
والبصير والسميع
يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كاربون ويا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا لا أعلم الغيب
تزدري أعينكم ويصنع الفلك
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما من
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى
قولك وما
واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثمود أخاهم صالحا
فلما جاء
نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى إن هذا لشيء عجيب رحمة الله وبركاته
إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل
ما يعبد
إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَيَا سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما أولو بقية ينهون
وَمَا